93 على 98 9 بث مشترك مع إذاعة بلاتينا فام تونس الكبرى. تنجموا تسمعون على السيت ويب www.vfm.net. كالعادة عودة من جديد لمباراة الشبيبة القيروانية وضيف هلال مساكن، مباراة ودية. نذكر نهاية الشوط الأول بالتقدم الفريق الضيف هلال مساكن هدف مقابل صفر في انتظار بداية الشوط الثاني. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على ملخص الشوط الأول وكذلك بداية الشوط الثاني مع زميلنا سيد الترابلسي. مرحبا بك سيد مباشرة من ملعب حمد العويني بالقيروان. مرحبا بك من جديد عبد الله، تحية ليك ولكيف مستمعين لحياة فام. فرصة التعادل، التعادل الشبيبة الرياضية القيروانية جيت في وقتك مع هدف سليم المسليني يعادل النتيجة للشبيبة الرياضية القيروانية. في الحقيقة يعني كان شوط أول انتهى بأسبقية الضيوف هلال مساكن على حساب الشبيبة، هدف المهاجم بالقاسم المهزلي في الدقيقة 41 وتقريبا بعد 5 دقائق من بداية المباراة، من بداية الشوط الثاني. يتمكن سليم المزليني من تعديل النتيجة للشبيبة الرياضية القيروانية دون تغييرات إلى حد الآن بالنسبة للمدرب عصام المرداسي من جانب الشبيبة الرياضية القيروانية. كيف نفس الشيء لمدرب هلال مساكن محمد البريري. 1-1 بين الجي اس كا وهلال مساكن في مباراة ودية تحضيرية لمرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ونذكر المستمعين وخاصة أحبائي الشبيبة اللي تابعوا فينا على موجات الحياة فين بتشكيلة الزوز فرق. بالنسبة للفريق الضيف هلال مساكن يمثلوا كل من عبد الحق البدوي، إياب عبيد، بولباب المخلوفي، أسامة الزرقا، سليم القاسمي، سامح العشي، ريان بريعة، سيف كتيب، القاسم المهذبي، حسام المخينيني، وعزيز بوقديدة. وصاحب هدف هلال مساكن في الشوط الأول هو المهاجم بالقاسم المهذبي بمجهود فردي تقريبا من وسط ال 18، ضرب كره بالساق اليسار رغم انه علي الفريوي تابع الكره ولمسها، لكن الكره كانت قويه وسكنت شباك الحارس علي الفريوي. وبعدها تقريبا بعد 5 دقائق بالضبط من انطلاقه الشوط الثاني يتمكن سليم المزليني من تعديل الشبيبه الكره. التعادل كانت في الحقيقه توزيعه من سيد بن حسين من الجهه اليسار وبارتماء يتابع الكره يدخل هو اياها للمرمى ويعلن عن تعديل النتيجه لفريق الشبيبه الرياضيه القيروانيه. كما قلت دون تغييرات الى حدود تقريبا 55 دقيقه في هذه المباراه الوديه. ونذكر احبائي الشبيبه بالتشكيله اللي تلعب حاليا على ارضيه الميدان: علي الفريوي، جاسر بن عتيق، الياس الناجري، نذير عبد النبيل، ثامر نويرة، عصام الخلالي، اسكندر النسفاتي، الصادق الجمالي، يحيى المثيري، سليم المزليني، وسيد بن حسين. على بنك الاحتياط: محمد امين الحزقي، محمد امين الغابي، اسكندر السورياتي، حسين بن صالح، نجد الهلالي، فراس بن عثمان، يوسف الكسراوي، احمد الفزاني، وحسام الدخيلي. تعود الكره بتماس لصالح هلال مساكن، يمشي حامل القميص رقم 20 ريان تريعه باش يطول الكره يخليها لزميله سامح العشي. طاقم تحكيم المباراه متكون من حكم الساحه يوسف الحامدي مساعد اول انيس النووي وعطف العاشوري مساعد ثاني. فرصه لكن الابعاد في مره اولى وفي مره ثانيه. حارس الشبيب علي الفريوي يامن الكره ويرجعها من جديد بامتلاك. تعود الكره نذير عبد المبي على الجهه اليمنى، نذير ينتظر المعاذة، الزلم مستحفظ على الكره يلعب قصيره مع يحيى المطيري من جديد، نذير عبد المبي 1-2 حذيري المطيري لكن يدور بالكره ويتجاوز مدافع الهلال في وسط الميدان. كره جاسر بن عتيق يرجع من جديد الكره، الضغط من لاعبي هلال مساكن من اجل قطع الكره لكن تعود من جديد في محور الدفاع. كرة من الذويبي لنزل في الشوط الثاني كأول تغيير من المدرب عصام المرداسي. كرة طويلة في اتجاه المهاجم لكن الكرة أطول من اللازم تخرج 6 أمتار لصالح الهلال. تعود الكرة على الجهة اليسرى والموجود بولباب المخلوفي ينتظر القاسمي، توصل الكرة القاسمي يدور بالكرة مقطوعة من بن عتيق. فرصة هجمة خطيرة للجياسكا، المرور، التسديد من نفاتي لكن كرة تصطدم في المدافع. ما زالت الهجمة للشبيبة، يحيى المطيري يربح الركنية يقول الحكم بالفعل ركنية لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية.
على يسار الحارس عبد الحق البدوي مع كل كره ثابته يسعد تيوان القامه. نحكي على الثنائي نذير عبد البي والدويبي اللي كذا ما كانوا في محور دفاع الشبيبه، ويمشي نذير كظهير ايمن في هذا الشوط الثاني. ننتظر تنفيذ الركنيه. يحيى المطيري الحكم ينبع اللاعبين في وسط ال 18 بعدم استعمال الايدي في المحاصره. طاقم تحكيم المباراه كما قلت يقوده حكم الساحه يوسف الحامدي. التنفيذ يحيى المطيري في القائمه الثانيه، الهدف الثاني. لكن الحكم يقول الكره تجاوزت الخط النهائي في التوزيع وفي تنفيذ الركنيه، وبالتالي يتم الغاء الهدف رغم انه تسجل الهدف من خلال الركنيه اللي نفذها يحيى المطيري، لكن كورته تجاوزت الخط النهائي يعني في الفضاء. خليني نعطيكم الصور الاذاعيه حتى تكون الصوره واضحه للساده المستمعين. نذكر نلعبوا تقريبا حوالي 60 او 58 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، تعادل ايجابي 1-1 في مباراه وديه بين الجي اس كا وضيفه هلال المساكن، مباراه يحتذلها ملعب حمد العواني بالقيروان. ننتظر تنفيذ التماس للهلال مع تغييرات قادمه اكيد في هذا الشوط الثاني. ربما ننتظر التعويل على الغابي السورياتي بن صالح، نجد الجهلالي فراس بن عثمان الكسراوي الفزاني والدخيلي. اكيد تبقى الاختيارات وكل الامور الفنيه من مشمولات الاطار الفني بقياده المدرب عصام المرديسي. هزمه خطيره للشبيبه، ينطلق الزمالي يوزع في القائمه الثانيه، يخلط على الكوره النفاتي ايش باش يعمل؟ يلعب قصيره من جديد، الهزمه للشبيبه لكن مقطوعه من الياس الماجي، تعود من جديد للجي اس كا، محاوله المرور تعود التمرير الى النفاتي عند الكوره، يخسر الحوار الثنائي ويخسر الكوره، ترجع هجمه معاكسه لهلال المساكن، ينطلق لكن مقطوعه من جديد، تخرج الكره تماس لهلال المساكن. قلت هلال المساكن يحتل المرتبه الخامسه في ترتيب المجموعه الاولى برصيد 14 نقطه، في المقابل كما نعرفوا الجي اس كا تحتل الصداره نتاع المجموعه الثانيه بالتساوي مع فريق مستقبل المرسى. اكيد مرحله الاياب تكون مهمه للشبيبه خاصه للمقابلات اللي تلعبهم هنا على ارضيه ملعب حمد العواني واللي ماهوش مسموح فيهم بالعثرات. ان شاء الله الجي اس كا تكون في افضل حالاتها مع انطلاق مرحله الاياب اللي باش تسهل الفريق بمواجهه فريق امل جربه يوم 5 مارس القادم في الجولة الأولى إياب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ممتازة التمريرة الجمالي، ينطلق الجمالي مستحفظ على الكرة، 1-2 مع النفاتي والتمرير حاضر، شخص خطير على يحيى المطيري. إن شاء الله سلامات للاعب الشبيبة ويقوم سلامات تتواصل العملية. يبدو لي يتعرض لإصابة يحيى المطيري، يتوجه له زميله النفاتي رغم أنه حكم الساحة يوسف الحامدي كان يعني امر بمواصله العمليه. للامانه كان تدخل خطير حتى يمثل خطور على سلامه اللاعب، تدخل من الخلف على يحيى المطيري يبقى ملقى على ارضيه الميدان، يدخل له الطاقم الطبي طبيب الفريق الدكتور منير الحربي لتقديم الاسعافات الاوليه. ان شاء الله حكم المباراه يكون متفطن لمثل هذه التدخلات خاصه انها تمثل خطوره على سلامه اللاعبين. تقريبا نلعب 63 دقيقة لعب. نرحب بكل ما التحق بنا الآن في المتابعة، مباراة ودية تجمع الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفه هلال المساكن، هدف مقابل هدف، افتتاح التسجيل كان للفريق الضيف في الدقيقة 42 عن طريق بلقاسم المهذبي وسيم المزليني، عدل النتيجة للشبيبة الرياضية القيروانية. يستأنف اللعب بتماس لصالح الشبيبة، كورة في وسط الميدان، محاولة المرور لكن موجود دفاع الجي اس كا، نذير عبد المبي في مرة أولى وفي مرة ثانية توصل الكرة، جاسر بن عتيق يطول الكرة على المزليني لكن أسبق منه حارس الهلال عبد الحق البدوي، ياخذ الكرة بدون مشاكل حارس هلال المساكن، تعود الكرة على الجهة اليسرى والموجود بولباب المخلوفي يطول الكرة كما جات باتجاه عزيز مقديدة، التغطية موجودة من نذير عبد المبي يتفوق عليه في الحوار الثنائي لكن تمرير تخاط نذير عبد المبي، تعود للهلال ريان تريعة 1-2 مع سيف كتيب مقطوعة لكن تبقى للهلال من جديد المزليني بعملية انزلاقية، يقطع الكرة ويرجعها للشبيبة في وسط الميدان، يحيى المطيري يمر يحيى يحط كرة في الطبق
فرصة الثاني للسديبة، تعود الكرة فيد بن حسين اللي يعمل بوسط 18 الفيش، والحارس عبد الحق البدوي فراد ممتاز يحط الكرة في الركن. للأمانة مجهود فردي من فايد بن حسين كاد على إثره يزعف النتيجة، لكن لقى أمامه حارس هلال مساكن عبد الحق البدوي يحط الكرة في الركن. الشبيبة تحسن أداها في هذا الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول اللي للأمانة كان المستوى الفني نتاعه متوسط وإلا أقل من المتوسط من جانب الجزء قاعدين في أحمد الفزاني يتأهل بشكل مكانه في التشكيلة الأساسية. ننتظر الركنية للجيس كا جاسر بن عتيق في القائمة الثانية مرة أخرى. الحارس عبد الحق البدوي حارس هلال مساكن ياخذ الكرة ويربح المخالفة، يربح المخالفة حارس الهلال سيد يفسخ منذ قليل هدف لصالح الشبيبة في توقيت تقريبا عبد الله نلعب 65 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف في المباراة الودية بين جيس كا وهلال مساكن. الهدف الأسبقية للهلال عن طريق بالجسم المهزي واللاعب سليم المزليني عدل النتيجه للجي اس كا في الدقيقه 50 من الشوط الثاني. عبد الله واضح السيد الخط يبقى مفتوح، نرجعوا لك بعد شويه. نواصلوا بقيه المباراه، مباراه الوديه بين الشبيبه وهلال مساكن. نذكر في تقريبا 62 دقيقه لعب 1-1 بين الشبيبه وهلال مساكن في المباراه الوديه. ان شاء الله بعد قليل الخط مفتوح لزميلنا سيد الترابلسي. نرحبوا مره اخرى بمحللنا الفني سي شكري، مرحبا بك. مرحبا عبد الله ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات راديو حياه تفا. سي شكري، المقابله الوديه بين الشبيبه وهلال مساكن 1-1 في اطار استعداد الرابطه المحترفه الثاني ان شاء الله نهار السبت والاحد تستأنف المباريات، وكذلك مسابقات الافريقيه. البارحه الترجي كان انتصر على الزمالك المصري 2-0، وحاليا قاعدين نشاهدوا في مباراه الاتحاد الرياضي المنستيري وتي بي مازيمبي الكونغولي، والتقدم للاتحاد الرياضي المنستيري هدف مقابل صفر، هدف جميل جدا مع علامه امتياز كبيره للحارس البشير بن سعيد. نبداو بالمسابقات الافريقيه بعد نرجع للبطوله المحليه ومتابعه لمباريات الكاس. بالنسبه لكاس تونس نعطيو الفرق المترشحه، نشاهدوا في مباراه تي بي مازيمبي والاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري قام بالمطلوب والى حد الان متقدم هدف مقابل صفر مع انضباط كبير برشا بالنسبه للفريق الاتحاد المنستيري، لعب على اخطاء تي بي مازيمبي وسجل الهدف الاول. اكيد اللي يشوف المقابله يشوف تقريب مقابله الند للند بين فريق اتحاد المنستيري اللي ما عندوش تجارب كبيره برشا، ماهوش في حجم تجارب فريق مازيمبي، لكن تحس اتحاد المنستيري كسب برشا خبره في خلال المشاركات الصغيره هذيا، يلعب بكل ثقه في النفس قدام فريق معناها منافس معناها محترم ومحترم جدا قدام ارضيه ميدان يعني صعيبه برشا على كل فريق يمشي يزور معناها الملعب هذاك، وقدام جمهور متعصب، جمهور معناها متعلق بالنادي نتاعو تعلق كبير. اتحاد المنستيري اليوم حتى للدقيقه 70 فايز بنتيجه هدف لصفر مع علامه امتياز كبيره برشا للحاج بشير بن سعيد اللي قاعد يقدم في مردود كبير برشا، تقريبا ثلاثه باراديت بتاع بونتويت ما فيهم حتى كلام. اتحاد المنستيري يعني سجل هدف نتاعو اثر الكره الثابته وظاهره فيها معناها فيها كومبينيزون خدمت على كره ثابته يعني تتشاط في القائم الاول اللي يشق يوسف ومارو ويحطها معناها في الزاويه صعيبه على الحارس الكونغولي. بعد الهدف السيطره كبيره برشا معناها في المازمبي، جاتوا برشا فرص. فريق اتحاد المنستيري قاعد صامد حتى لتوا يعني في هجوم ضد دفاع، اكيد مش يلعب كل اوراقه فريق مازيمبي يعني في الاربع دراج اللي مازالوا، حتى التغييرات هجوميه قام بها فريق معناها مازيمبي من اجل معناها اعطى اكثر نفس للهجوم بتاعه في التنظيم الهجومي بتاعه. اتحاد المنستيري حتى التغييرات اللي قام بها تقريب مركز بمركز، شفنا ابو بكر وتراوري خرج ودخل زياد العلوي، دخل معناها لاعب وسط ميدان زاد ضد لاعب وسط ميدان يعني، وحافظ على نفس الرسم التكتيكي بتاعه. اتحاد المنستيري صامد، تنظيم دفاعي جيد وجيد جدا يعني بين خاصه محور الدفاع بين سيسمو صغراوي وعصام وتراه
تقريب مع جديد هشام بكار على الجهه اليسار، حسام طقاع على الجهه اليمين، معناها هذوما خط الدفاع قدامهم يعني يوسف مارو، منذر القاسمي، يعني مجموعه من اللاعبين متميزين عندهم امكانيات كبيره برشا. اتحاد المونستيري حتى التوام تقريب ما رجعش للمناطق بتاعه، يلعب بنفس الاسلوب بنفس التكتيك بنفس الانضباط، خاصه على مستوى الانضباط التكتيكي يعني حاجه عاليه ياسر قاعد يلعب بها الاتحاد المونستيري. ان شاء الله نقولوا احنا مازالت اربع دراج او اكثر شويه، معناها تقريبا 16 دقيقه مازالوا على المقابله، نهايه المقابله ماني ما يدخلش عامل البدني والسفره الطويله وكل شيء يعطيش تاثيرات، رغم اللي قاعدين نشوفوا اللي قاعد يتعامل بكل ذكاء، يعني في اوقات وقت اللي يمسك اتحاد مونستير زامبي ب اسمه مقاليد اللعب ويسيطر سيطره كبيره برشا. فريق اتحاد مونستيري كما نشوفوا توا اللاعب معناها نتاعو طايح في الارض باش يعطي فرصه للصح للصحاب نتاعو باش يتنفسوا باش يكسر النسق نتاع فريق مازامبي اللي ضاغط كما قلت لك ضغط كبير برش، فهمتني؟ والتوا مازال اتحاد مونستيري قادر باش يزيد هدف ثاني يدعم به الهدف الاولاني نتاعو، لانه فريق مازامبي قاعد يلعب لو تو بور لو تو، قاعد يخلي في مساحات في الظهر نتاعو في مساحات كبيره برشا في الدفاع نتاعو. قادر الاتحاد المستيري مع الانتعاشه نتاع زياد العلوي تقريبا مازال كيتخلى عنده خمسه دقائق من عند الدخول نتاعو باش ينجم يباغت الفريق الكونغولي ويسجل الهدف الثاني، لكن مع ذلك قاعدين نشوفوا اللي فما تعامل ذكي برشا، انضباط كبير برشا، وفما نضج كبير برشا تقريب من فريق الاتحاد المستيري. كما قلت لك كسب خبره كبيره برشا ولات عنده تجربه مع شقارة الفرق الكبار على غرار نهضه بركان المغربي واللي كان فاز عليها وترشح قدامها في المغرب، اليوم يلعب قدام مازامبي الند للند، وممكن في فترات كان خير من فريق مازامبي الكونغولي. واضح في انتظار نهايه المباراه في مازامبي والاتحاد المستيري، ما نعرفش السيد مازال موجود معنا والخاتمة في انتظار يرجع السيد الطرابلسي لمتابعة دقائق الأخيرة من مباراة الشبيبة القيروانية وهلال مساكن في المقابلة الودية. سي شكري، البارح مباراة الترجي والزمالك المصري وانتصار الترجي هدفين مقابل صفر، ومباراة كانت صعيبة منذ البداية على زوز فرق باعتبار الترجي مطالب بالانتصار وتأكيد نتيجة إيجابية من بلوزداد وزمالك المصري لمطالب بعودة بنتيجة إيجابية، والترجي البارح الهدف الثاني مع علامة امتياز كبيرة خلينا نقول لحمدو الهوني اللي صنع الهدف الثاني، والترجي قاعد يتحسن من مباراة لمباراة. طريق الترجي التونسي البارح قدم مقابلة كبيرة برشا على مستوى التكتيكي على مستوى الفني، سيطرة كبيرة برشا كانت معناها الفوز نتاعو عن استحقاق بكل استحقاق. هذايا الحقيقه للامانه احنا كي نبدا فما حوايج ايجابيه لابد نقولوا عليها. بالنسبه لنبيل معلول على مستوى توظيف اللاعبين البارح نقول لك نجح بنسبه كبيره برشا برشا برشا، تقريب انا حسب رايي يعني النقطه اللي عملت الاضافه البارح هي تواجد كوليبالي على البنك، يعني وقت اللي تقريب الثلاثي نتاع وسط الميدان نتاع فريق الترجي التونسي كي راهو غيلان الشعلاني وعلى يساره اسمه بن رمضان وعلى يمينه المغربي اسمه بوغرين، تقريب الثلاثي هذوما شكلوا نقطة قوة الترجي التونسي البارح على مستوى يعني تخريج الكرة السريعة وفي وقتها وفي المكان المناسب وبسرعة، عكس الشيء اللي كان يقوم به يعني كوليبالي كانت فما بطء كبير في تطليع الكره من الدفاع نتاع الترجي التونسي للهجوم، مع يعني نسق نتاع الهجمه يكون بطيء. البارح يعني اختيار معناها تكتيكي للترجي التونسي من نبيل معلول كان موفق وموفق جدا، ويعني نقول لك اللي ممكن هما اللي نجحوا الهوني ونجحوا البدري نجحوا بن حموده اللي قاعدين ياخذوا في كور يعني في وقتهم، قاعد الكره تطلع لهم بسرعه قبل ما يعاود يتمركز ويلقى التوازن نتاعو فريق الزمالك المصري. واحسن دليل للكلام نتاعنا كونه الهدف الثاني بتاع الترجي التونسي تقريب طويله
معناها على طول الملعب مش غايلين الشعليلي. الحمد الهوني لقى روحه وضعه في وضعيه واحد ضد واحد، يعني الحمد الهوني فسخ المدافع اللي عنده وحط الكره قدام بن رمضان اللي سجل الهدف الثاني. وهذا كما قلت لك معناها فكر تكتيكي تميز به البارح نبيل معلول. باش نرجعوا بعد باكثر تفاصيل ومتابعه للقاء تي بي مازيمبي والاتحاد الرياضي المنسيري. نمشي مباشره لملعب حمد العواني بالقيروان، متابعه لمباراه الشبيبه القيروانيه وهلال مساكن في اطار المقابله التحضيريه لعوده بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. نذكروا خلينا النتيجه 1-1. نمشي مباشره مع زميلنا السيد ترابلسي. مرحبا بك سيد. مرحبا بك من جديد عبد الله. بالفعل دائما التعادل الايجابي هدف مقابل هدف هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان في المباراه الوديه اللي تجمع بين الشبيبه الرياضيه القيروانيه وضيف هلال مساكن. في الحقيقه عديد التغييرات قام بها مدرب الجي اس كا عصام المرديسي في هذا الشوط الثاني على غرار دخول الزويبي في محور الدفاع. كيف شفنا اللاعب فراس بن عثمان اللي نزل في الشوط الثاني، نفس الشيء احمد الفزاني في وسط الميدان، وكذلك محمد امين الغابي اللي ادخل في مكانه كلاعب رواق في مكانه الاصلي والنموذجي. دونك تقريبا 4 أو 5 تغييرات في هذا الشوط الثاني. نفس الشيء بالنسبه لمدرب هلال مساكن محمد البريري، لكن الى حد الان دون فرص تذكر في هذا الشوط الثاني رغم البدايه الطيبه للجي اس كا واللي تحسن ادائها في بدايه الشوط الثاني وتمكنت من تعديل النتيجه بفضل هدف سليم المزديني. اختير العمليه بعد خطا في محور الدفاع من اسكندر السورياتي في العمليه الاخيره، في الحقيقه اخطا في الترويض وبصفه غير مباشره يعني عكسيه يحط الكره في طبق للمهاجم هلال مساكن حسام المخيميني اللي كاد على اثره يضيف الهدف الثاني، لكن من سوء حظ المهاجم انه كورته كانت خارج المرمى غير مؤثره بعيده على مرمى الحارس علي الفريوي. قلت في الحقيقه هي مباراه يعني فيها التعويل على بعض اللاعبين الاحتياطيين ويعمل تورنوفر كل مدرب باش يقف على حقيقه امكانيات قبل الجوله الافتتاحيه من مرحله الاياب لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. كما قلت الشبيبه في نفس هذا الملعب ستستضيف امل جربه في الجوله الافتتاحيه من مرحله الاياب في مقابله اكيد سيكون فيها الشبيبه مطالب بتحقيق 3 نقاط مش كان مباراه جربه. كل المباريات اللي يلعبهم الجي اس كا على ارضيه ميدانه باش يحاول اكيد الخروج بنقاط المقابله للمحافظه على حدوده كامله من اجل الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ترجع الكره بمخالفه تعود من السورياتي النفاتي، تقريبا بعض العناصر اللي حافظوا على مكانهم منذ بدايه المباراه، نحكي على علي الفريوي في حراسه المرمى، نذير عبد المبي في محور الدفاع تقريبا باستثناء هذا الثنائي ما بقيه اللاعبين يعني غادروا خلاو اماكنهم لبقيه زملائهم حتى صاحب الهدف سليم المزيني غادر عقيد الى العصام، كذلك غادر فرصه من جديد للشبيبه الغابي بالسيخ اليسار يخطئ طريق المرمى. في الحقيقه عمل كل شيء اللاعب محمد امين الغابي لكن كورته ويساريته كانت غير مؤثره، تخرج 6 أمتار لصالح هلال مساكن. الشوط الثاني اصبح افضل من الشوط الاول، ربما لاعبين تحروا من النتيجه ولو انه ما سماش معناتها رهان في المباراه باعتبار انه المقابله وديه، لكن في بدايه المقابله حسينا ان كل فريق يحب يخرج اكيد بانتصار في مباراه اليوم ربما من الناحيه المعنويه قبل مرحله الاياب وانطلاقها في الاسبوع القادم لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. على كل حال الى حد الان التعادل ايجابي هدف مقابل هدف مازال يحسم المباراه ولو انه المقابله في برشا ردهات منها ما ارتقاش مستواها الفني حاجه كبيره لا من جانب الشبيبه ولا من جانب هلال مساكن. تعود الكره يسلمازي تقريبا هو ثالث لاعب اللي يواصل الاعتماد عليه المدرب عصام المرديسي في التشكيله الاساسيه مع يحيى المسيري وكذلك نذير عبد المبي دوما الثلاثي مع الحارس المرمى كذلك علي الفريوي
والاسكندر النفاكي باستثناء لاعبين هذوما تقريبا، بقيه اللاعبين تم تغييرهم. نحكي على دخول الفزاني، كيف الغابي، بن عثمان، كيف الكسراوي، وعديد المراكز الاخرى اللي غير فيها وحاول ربما يعرف حقيقه الامكانيات والوقوف على جاهزيه بعض اللاعبين بالنسبه للاطار الفني للشبيبه الرياضيه القيروانيه. نلعب تقريبا حوالي 73 او 74 دقيقه لعب في هذه المباراه الوديه والتعادل، ما زال الى حد الان سيد الموقف في الشبيبه الرياضيه القيروانيه وضيفه جيلان امساكن. تعود الكره في وسط الميدان، محاوله المرور لكن موجود دفاع الهلال يخير العوده الى محور الدفاع، والموجود نذير عبد المجيد، كره طويله في اتجاه النفاتي، اسبق منه حارس هلال امساكن عبد الحق البدوي، يامن الكره ويغطي عليها ويخليها تخرج 6 امتار لصالح الهلال الرياضي بامساكن. كما قلت وضعيه تقريبا تعتبر محترمه لهلال امساكن الموجود في وسط الترتيب في منافسه المجموعه الاولى المرتبه الخامسه برصيد 14 نقطه، واكيد يسعى لتحقيق نتائج ايجابيه في مرحله الاياب من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. ننتظر استئناف اللعب بستة امتار لصالح الهلال الرياضي بامساكن. الحارس عبد الحق البدوي يطول الكره في استقبالها بن عثمان، لكن ما يخوهاش الشيخ او اسكندر اللاماجي كما يحكو يحلو لاحباء الشبيبه تسميته، الظهير الايسر للجي اس كا، اضافه كبيره على الجهه اليسار للاعب الياس المازري في الحقيقه منذ قدومه مع المدرب عثمان الشهيدي مع نذير عبد المبي واحمد الفزاني. هذا تقريبا الثلاثي اللي بقى يشارك بانتظام منذ امضائه لعقود مع فريق الشبيبه الرياضيه القيروانيه وتقمت لاجزاء الجي اس كا منذ الموسم الفارط. تعود الكره من جديد للشبيبه، الزويدي في محور الدفاع يلعب مع الفزاني، كوره على الجهه اليسرى ترجع لياسر الماجري، ياسر الماجري يعود بالكوره المحور الدفاع، الزويدي من جديد يلعب مع عبد المبي على الجهه اليمين، ينطلق يربح بعض الامتار، نذير عبد المبي يبحث عن المعازه، يلعب قصيره مع جسر بن عتيق، الفزاني من جديد كورته مخطئه، تعود محور دفاع الشبيبه، محاوله الهجمه المعاكسه من هلال امساكن، كوره عن طريق بالجسم المهزدي وجه لوجه، والبريوي الفريوي يفسخ هدف ثاني بعد خطا كبير. في الحقيقه بعض النقاط للمراجعه في دفاع الشبيبه الرياضيه القيروانيه، خاصه مع كل كره نخسرها في وسط الميدان وتكون الخطوره لهلال امساكن اللي للامانه فريق يلعب على امكانياته، منظم منتشر في وسط الميدان و من حين الى اخر يشن بعض الهجمات المعاكسه اللي مثلت خطوره في اكثر من مناسبه على دفاع الشبيبه وعلى الحارس علي الفريوي على غرار الهجمه الاخيره وجه لوجه تقريبا وبباراد ممتازه. كابتنو جي اس كا الحارس علي الفريوي يتصدى للكوره، ولو انه حتى الهدف اللي كان تسجل عليه علي الفريوي كان يمس الكوره وحاول يحاول الوجهه نتاعها لكن كانت اقوى من اللازم ودخلت للشباك. هذه التمريره ممتازه من يحيى المثيري في اتجاه النفاتي لكن اسبق منه المدافع بولبابا المخلوفي او هو اسامه الزرقاء، اخف الازراري بعد الكره في مره اولى وفي مره ثانيه، هجمه مرتده من جديد للهلال 2-2. جاسر بن عفيف ممتاز بكل ثقه بالنفس، يعمل الكنترول ويدور بالكره يربح الشبيبه الهجمه اللامعاكسه تصبح من جانب الجيسكا، الغابي يصعد عليها المدافع، الكره ما زالت ما خرجتش، يدور بالكره الغابي يحاول باش يمر، ما زال متحفظ على الكره محمد امين الغابي، في الاخير حوار ثنائي في زاويه الركنيش يقول المساعد الثاني عاطف العاشوري يقول مخالفه لصالح هلال امساكن تقريبا في توقيت 79 دقيقه او 80 دقيقه لعب في هذه المباراه. يتوقف اللعب هنا عبد الله في ملعب حمد العواني بالقيروان. عاود نذكر بالنتيجه، هدف مقابل هدف تقريبا قبل 10 دقائق من نهايه المباراه. اكيد سنعود مع نهايه المقابله وخاصه تصريحات ما بعد نهايه المباراه. نستغلوا توقف اللعب حتى تقريبا لاعبي الشبيبه الرياضيه القيروانيه اقتربوا من بنك الاحتياط للتزود بالماء والنصائح اللي قدم فيها كل مدرب على حافه الميدان، محمد البريري من جانب هلال امساكن وعصام المرداسي من جانب الشبيبه الرياضيه القيروانيه. دونك 80 دقيقة لعب 1-1 بين الشبيبة وضيفه هلال امساكن. عبد الله نعطيك الخط واكيد نرجعوا مع اقترابنا من نهاية المباراة الودية اللي قاعدة تدور حاليا في ملعب حمد العوين.
باهي السيد، ان شاء الله نرجع لك قبل بدايه موجز الاخبار وناخذ على الاقل التوقيت والنتيجه، وبعد نرجع لك مع نهايه المباراه وتصريحات ما بعد مباراه المقابله الوديه بين الشبيبه الرياضي القيروانيه وضيفه هلال مساكنه. ونذكر بلقاءات الدور الربانيه لكاس تونس، ترشح النادي الافريقي بعد ما فاز على ملعب الافريقي لمنزل بورقيبه هدف مقابل صفر، الملعب التونسي ترشح لدور نصف النهائي بعد ما ازاح نجم المتلاوي 2-1، ونادي صفاقسي يلعب في الحصه الاضافيه الاولى 2-2 نهايه المباراه بين النادي صفاقسي والاولمبي البيجي في انتظار الفريق رقم 3 اللي باش يترشح لدور نصف النهائي. تبقى مباراه رابعه بين الترجي والفريق النادي البنزرتي، الفائز منهم باش يترشح للدور النصف النهائي. 89 دقيقه لعب واحد بلاش للاتحاد المنستيري امام تي بي مازمبي الكونغولي، سي شكري هدف مقابل صفر للاتحاد الرياضي المنستيري، ولو انه الفريق المحلي كان جازف وأضاع عديد الفرص، ودائما تعلق كبير تعلق لبشير بن سعيد، ومنذ قليل كاد الاتحاد الرياضي المنستيري في هجمة معاكسة كاد يضيف الهدف الثاني. أكيد بالنسبة للفريق الاتحاد المنستيري إذا قعد محافظ على يعني التفوق نتاعه والانتصار نتاعه، الفضل كبير برشا يرجع للحارس بشير بن سعيد، قدم مباراة كبيرة برشا معناها، وكان سد منيع معناها تقريبا كان السد في العرين نتاعو، برشا كرات نحاها، وزاد ما ننساوش التنظيم الدفاعي زاد نتاع الاتحاد المنستيري ممتاز وممتاز جدا. ممكن الحاجه الوحيده حتى الدقيقه 88 اللي معناها لقطه ما تمنيناهاش نشوفوها هي نتاع الشونجمون اللي صار بين هشام بكار وحسام الدالي، ظهالي بسام الدالي، ردة فعل خايبة برشا عملها معناها اللاعب عند الخروج نتاعو تجاه البنك الاحتياط نتاع الفريق نتاعو، كانه غير راضي على تغييره وعلى خروجه، وذا تقريبا في الدقيقة 83 يعني تقريبا 7 دقائق على نهاية المقابلة، يعني معناها اون برانسيب الملاعبي يفرح كي يمشي يدخل لحد آخر باش يقوم بنفس الدور نتاعو، لكن شفنا لقطة على الحقيقة ما تليقش بفريق في حجم ولا باتحاد المنستيري. توا عندنا 89 دقيقة لعب مخالفة الفريق مازامبي، النتيجة مازالت 1-0 للاتحاد المنستيري، يعني تقريب ولات المقابلة في نصف ملعب، اتحاد اسمه مازامبي يهاجم، اتحاد المنستيري يدافع بكل قوة، لاعبي الكل تحت الكرة، ان شاء الله نتمنى يكمل على النسق هذا الاتحاد المنستيري، وكما قلت تقريبا جاته الفرصه بمضاعفه النتيجه، فرصه معناها راتاها الاتحاد المنستيري، اختار نفس الشيء تو في فرصه اخرى، ثلاثه لاعبين ضد واحد، لكن اختار تريث لاعبين الاتحاد المنستيري، فكروا بالمحافظه على الكوره، مشاو للتركينه نتاع الركنيه باش يحافظوا على الكوره. الحقيقه انا ابهرت بالاتحاد المنستيري اليوم، يعني بالكومبورتمون نتاعهم والماتوراسيون، يعني النضج التكتيكي الكبير برشا وتعاملهم الجيد مع المقابل. فريق مازامبي صحيح هو فريق ماهوش الفريق نتاع الايام الباهيه نتاع مازامبي، لكن يقعد فريق محترم، يعني يلعب على ارضيه ميدان ويلعب قدام جمهوره في ملعب صعيب برشا. اتحاد المنستيري حتى لتوا 90 دقيقه لعب وتوا دخلنا في الوقت الاضافي ومازال منتصر واحد بلاش، ان شاء الله يكمل الاربع دقائق اللي مازالوا على مستوى الوقت الاضافي، وكفريق منتصر يخرج بثلاث نقاط اللي معناها يعزز بهم الصداره بتاعو، لان المقابله نتاع اليوم هي مقابله من اجل يعني الانفراد بستاره المجموعه هذه، بين فريق الاتحاد المنستيري عنده 4 نقاط وبين مازمبي عنده 3 نقاط. اليوم حتى الدقيقة هذه الاتحاد المنستيري منفرد بالصدارة 7 نقاط، مازامبي 3 نقاط، خطوة باهية إن شاء الله تكمل يعني في الاتجاه الصحيح من الاتحاد المنستيري، قاعد كما قلنا قدم في مقابلة كبيرة برشا وتتسجل في تاريخ الاتحاد المنستيري. أكيد كما قلت أنت سي شكري، الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يفوز مبدئيا هدف مقابل صفر، وكان تلاحظ سي شكري الحاجة الميزة اللي في الاتحاد الرياضي المنستيري انه كل ما يلعب خارج ميدانه يا اما يجيب 3 نقاط والا نتيجه التعادل،
والاتحاد المنستيري اللي أول مرة يدخل في دوري المجموعات، وشفنا الفرق التونسية كل ما تدخل لدوري المجموعات واللي تقدم أداء كبير برشا، عكس أنه يعني الأدوار التمهيدية. شفنا الاتحاد إذا كان ينتصر في المباراة هذه ينفرد بالصدارة ويزيد يعطي أكثر ثقة. ومطراسي شكري أنه خدمة المدرب الأجنبي للاتحاد الرياضي المنستيري بدأت تعطي أكلة بالنسبة للاتحاد المنستيري. شوف معناها عبد الله، أنا ديما نؤمن بحاجة اسمها الاستقرار. يعني فريق اللي يستقر على مستوى يعني النتائج بتاعه كيك سوا على المستوى الإداري أو على المستوى الفني يعني وعلى المستوى الرصيد البشري، أكيد معناها أي مدرب يجي مش يلقى على شي يبني، ما يجيش مدرب ولا إطار فني يمشي يعاود يبني فريق من جديد. المدرب هذايا كدوب ما جاء خذا تقريبا 80% من الفريق اللي كان موجود بموسم الفارط موجود، رغم ما ممكن بعض الشك في بعض مقابلات في المقابلات الأولانية، وهو تاريخ تحدي مصير تخل في كأس رابطة الأبطال الإفريقية راه في التصفيات ما مشاتش معاه، انهزم قدام الاهلي المصري في مصر 3-0، وممكن ولا تفكير في معناها تبديل المدرب، لكن تمسك الهيئه معناها الاداره نتاع الاتحاد المنستيري بالمدرب، وهذه حاجه تحسب اسمه هذا الهدف الثاني الاتحاد المنستيري. كما كنا نحكيه قلنا فريق منظم يعرف يتعامل مع اطوار المقابله في هجمه مرتده باكثر عدد ممكن من اللاعبين. الاتحاد المنستيري الآن يضيف الهدف الثاني تقريبا في 3 دقائق في الوقت الإضافي، يعني في 3 دقائق في الوقت بدل الضائع اتحاد المنستيري يرجع من ملعب صعيب برشا. هل أنه زياد العلوي يسجل الهدف الثاني في انتظار الإعادة؟ أي ما الهجمة كانت سريعة برشا في انتظار صاحب الهدف الثاني هذه الإعادة. زياد العلوي، زياد العلوي هو اللي سجل حتى في المباراة الفارطة وتسجل في المباراة هذه زياد العلوي، يعني كوتشينج رائع من المدرب. والهدف الثاني للاتحاد المنستيري، 3 نقاط رسميا امام تي بي مازن بي، الاتحاد ينفرد بالصدارة وتخليه يخدم اكثر اريحية. اكيد الاتحاد المنستيري يعني بنتيجة 2-0 خارج ملعبه، يعني انا نقول لك على المردود اللي قاعد يقدم فيه الاتحاد المنستيري معناها اليوم، الاتحاد المنستيري انا نعتبره اليوم على المقابله اللي قدمها من المؤهلين للفوز بكاس الكونفدراليه الافريقيه، يعني مردود ممتاز جدا، تنظيم كبير برشا، يعني حتى على المستوى كما كنا نحكيه الاستقرار الاداري، استقرار الفني، محافظه على المدرب، تدعيمه بالمدرب عماد بن يونس يعني كمدرب مساعد لي معناها تحسين التواصل مع اللاعبين، خاصة أن العقلية متاع اللاعب التونسي تطلب لاعب كي معناها مدرب كيما عماد بن يونس ممكن كان قريب شوية للاعبين، كان يوصل الأفكار متاع المدرب. اليوم نشوفه في نسخة ممتازة معناها من اتحاد المنستيري، مجموعة من اللاعبين متكاملين على مستوى يعني التشكيلة، حتى لتو نهاية المقابلة 2-0 للاتحاد المنستيري. 2-0 للاتحاد المنستيري. ان شاء الله بعد مش نرجع باكثر تفاصيل على المباراه هذه، وكذلك الترجي مع الزميل الاعلامي فهمي البرومي باذاعه موزايك، وكذلك عوده الملعب حمد العويني بالقيروان، النتيجه النهائيه مع زميلنا السيده طرابلسي، لقاء شبيب وليل مساك، المقابله وديه مع تصريحات ما بعد المباراه. نفسه المجال لزملائنا